قضية عزمي بشارة ما زالت تشغل الإعلام الإسرائيلي، لكن في نهاية الأمر يقوم عضو الكنيسة العربي عزمي بشارة في الكنيسة الإسرائيلية بالتقاء مع الجزيرة. التحقيق بعده جاري، وأنا جلست جلستين تحقيق وسمعت إلى الأسئلة وأنواع التهم، وفوجئت من حجمها وما يعدون، وطبعا أجبت، أنا أنكرنا التهم جميعا كذا الأخير، ليس بحثا عن شعبية. حتى أنه خلال اللقاء عزمي بشارة يتطرق إلى الاتهامات الموجهة له من قبل إسرائيل. أنت تخيل أن يكون لك أصدقاء، وأنا أتحدث مجازا الآن وتلميحا، أن يكون لك أصدقاء في كل العالم العربي، أن تشب عن طوقهم فكريا والأخير، وأن تبادل الكلام معهم على التليفون يراقب ويتنصت عليه، ويعتبر مثلا منح معلومات للعدو في زمن الحرب. حتى أن عزمي بشارة يتطرق على المواطنة العربية الإسرائيلية وعلى نفسه بالذات. نحن نقول إنه إحنا سكان البلاد الأصليين، وحقوقنا نابعة من كوننا سكان البلاد الأصليين، مش من كوننا مواطنين إسرائيليين، ولا يوجد لدينا وطنية إسرائيلية ولن تكون، ولا نقبل إنه أعداء إسرائيل هم أعداءنا. عزمي بشارة مع نوع من الابتسامة يقول له ما هو مصيره. يعني بوضعك بإسرائيل واضح، بدك تخلص يا شهيد يا من فيا سجن، يعني واحد من هذول الثلاثة قرر، بدك تقرر شو. من ثم يتطرق عزمي بشارة إلى قضية الاستقالة. نشر أنه سيستقيل بسبب التحقيق وكذا إلى آخره. التحقيق دعاني إلى إعادة التفكير، معكوسة تماما. الآن أنا في مجال إعادة التفكير، بالمبدأ لا، لم أتنازل عن قرار الاستقالة، أنا متجه نحو الاستقالة. كما نفهم من عزمي بشارة بأن الاستقالة على ما يبدو أكيدة وقريبة جدا، لكن الآن عزمي بشارة يتوجه إلى مكان آخر معتاد عليه منذ الماضي، وهو محلل سياسي في الجزيرة. البعض يتحدث أنك ستبقى في قطر وستوظف الجزيرة. هذا اللي مخوفك. إذا رح تصير موظف معنا مبروك، أهلا وسهلا بك.